بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد جماعة الخير، كنت سؤال بدن بها يا لمرك أن سلادة كبحة إني وحني لا يبانها، لكن ولا مرك أن الله تقول لي سؤال غرت إن جبدات كل تيمان مالنا يا سك السبعة هات سؤال إن شاء الله تعالى ترتيب كسلوي ما دين بان قوي دونا شيخ سائل ككواد وحولي هاي شيخ وحن دقن هاي حافظة سوتسي وحن كل بنا مركز صلاة مغرب كا خاصة مركي يانو صودان يسنو حافظة إسلي جام كجرا دراديس هيا لي صلاة مغرب مرر بدن لحظة وحي نوغش نوغشا من قار نسوتسي إلا ما صلاة دي مغرب وقت غير أوبحي هذا شيخ سؤال شيد واسدان شيخ ما يبنى انتهي إن جمعيو صلاة مغرب هي صلاة عشاء ظروف تأوجد عدي سنين بنانين ما كده حتوكن كرا قاريدا أما تكسيا أن راعي مركا يدا ما كوسي ده حتوكن كرا هدي أن كتو كن كرا تكسيا ده حديثا إسلام مركا أنا نو ويسق من أن تكسيا أن صورة أنا محن سميني جزاك الله خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد مركا كوباد روح مسلم كا وحاور أكسن إن صلاة دي سأقوم بلدايو مركا هربا حلي آدس ليه ده هاي صلاة دي مغربا عيلي كاقلي أما عشيه عيلي كاقلي إسلي بها سوء آدي أدو أقجام كيدي عيلي كيدي وضع حمدي ده صلاة دينا اختر قريسو وأذاك تاي مركا هربا هرتا لغا فيرسو ده صلاة ديان لو خماري مرك حجة روح مسلم كأ هذه صلاة المغرب أي كذا عيفته دور أريموت بأو بنان أنتو سيسوع هذا إسلي كسعودي أو سوتي أو سيسوع تكسي هذا العقبة على رب حابا مرك أما لا وتا أما العقبة الله بحده بلاش إيو لغون ورا في العقبة الله بحده إيه شو شدوه ماشى تاجن تي كتكو صلاة وقت يوسف كدافي هذه التاكسي أنا لقوا توشينين أما إن لقوا بانك هذا يادو بنان علاه تاعنا كي يابيس نحن كوفية دعاء ماشي كل جيت تاعنا محيي هذني لو أتكبر إن لقوا دلبا سماري ببريهن عبسي بقى الله كتوري صلاة إن الجمع سو وتأخير سارخون إن تبو دقتو أو المغرب كتبو دكتور عشها حلي جسلت كتو أو وح اللي أرجل على جمع الحاجة أيارون حديثك من عباس بأن أكون في صحيح مسلم هي حديث كم مسعود في المسانيد ومعاجم الطبري ودبر النواقبان ورأي بعض السلف يكتجين مركا إنا بابور كجوجستو ومخرج كتو واسدة أوفي عن للحاجة والضرورة إن دبجتنا ويبنان تايلو مركا مقيم حضر لا بد سوى فهمي لكن تنكره وذات كلية هاي أنا وي سلانا أن تكسي الصوف ولا مرك أنا وي سلانا سلادة متوكنية ما يا سو وي سلانا سلادة متوكنية دي بقول لي المغرب كا إيشو ولا تكان سو وي سقبة والله أعلم. جزاك الله خير خير الجزاء. شيخ سائل كان نبوح لي هاي أنا جو إمامة أيان سلادة قالي أنا جو أم وي سقبين كتب سلادي مركي دحضا مري سواء من قبل قبل يكون بذا هاي أيان صاحة سوستين أنا ويساق بين مركي وحن سمي شيخ أنا سلادي أيان لما استري مركي أن ضدكي سلادي تكي كتب أيان أنا كعي أن سو ويسيستي أو أن سلادي دب أولاي ماضي سلادي أن ضدكا تجي شيخ حالك يدوا سيدي محادا بيواني سيسو قارية بسم الله سؤال هذا وحيلتها هاي إنك سائلك وحاف يعني وحاس قاين وسك قريب حيوان نوع عاس دين كعيار كأ لما سو قد بيو إلهي بالله وطبت كنا والله سقرية إلهي بالله أسطوري صلاة أدوك تاين هذا ويسق من أمدنا سيت جسوس يهر تقناته والقرآن سي آخر ذو وضركو عذو أوتر صعد وأن لا صعدا يعني الظروف أنت لك يعني وقت هاي استهزاء استخفاف كصلاة أنت لك وحلو بها يا إما
هدي أن فرفروس سؤاله وحكوا جرى دور قضب وحدا أن كجرت إله يجرنسي قضب كبر وحوي ذلك أو تجيء صلاة دور محين نقول أسجد صلاة يسوع الإسويدين ما وعاش جرت أسجد صلاة زين إنسان أزحين ويسوع اللي الله جربه تاسعيده هدي ويدين ميسان بنو ملايين واحد كذا قل بنا متشر أسجد صلاة ديسي أيها الصلاة ده أيكو حدير إيسا كنت كذي مسوع إلها يا مسام مايا سؤال الله بعد كحرا وحاوي سؤال الله بعد كنت وحاوي أسجد محاو حكمة صلاة قاب كوت كذي محاو حكمة قيبت رضان كهر ريو إمام كي تجيا أسوء ويسقبين أما ويسقب لعنة هكو قالوا أما أسوء نحذا كجر ويسودها كجبتو قوم كي كدبتو كذا إماما ويشدي وان ويسقبين كدبتو كذا صلاةو ذي من لسوعل مثل لسوعل المهيو سلف ويسكم عن رافي صحابو وحي أبدايهين وحي خلافين ما أرق عمر بيكسو غنتهي عثمان بيكسو غنتهي صحابته وحي أبدايهين انت هذا حصوصته وخلاف سنة ما حصوصته إن صلاة دان لسوء إليه صلاة دان لمسوء إليه ذات كان مسلمين تأه ويسقبك كتو كذي إمامك أوخر داي أصوه صلاة دي سوء كعياري صلاة دي ويا الصحة داي من سوء إليه حديثك أبي هريرة هي حديثك أبي بكرة بانا أسألوها النبي محمد با صلاة قلي سوء جناب قبا كذبنا وحو حصوصتي إنو جناب قبي هل كينا تاغناد ويجيلي وسوق قبي استكدمنا صلاة بسيوهي حديث كابو هلاصو وحالك فهمي إن نبي قلت صلاة حرانين هوفا يا أهيد أما كي أبي بكر رسولا كان كل مرة صلاة عن حصوصته وحو أهوه قلي الإمام أبو داود نو أبا ويستي مرك إلا إذا هل صلاة بي أهيد وأبو بكر أخلطني أبو هلاصو سحان لي لهذا يا إن لا بد على لقدي ولا بد الله سورة قال لكن صحابة آثار تودي أيام ماشان تعالى أيو أحاديثك إيمان إيسا قوله صلاة تأخيرين هاي صلاة هبئين هاي إن أحاديث أية المانتي فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا أيه أتعالى أحاديث تاسنا والحجين إيسا بابك خلاصه سلفك بدن كود هالكاسي مرين وذا دورنا يجره هلا كلا قادو هدو إمامك خلدمي أو النسيان يا هالمان درت يا دتك أتجي أسوه ويسقبي كذبنا صلاة مركع دمعته وقاعدي إنه سوي سقبين أسوهم بصلاة سوء علم ومد كلا صلاة دول سوء علم يبغوا أصح ذي ليه تفصيل كان مالك باقبة وإذا ذكر وحيله إن صلاة وصو مد كنت تجي إنا يتكتي إن كلا وقت جد بحي إن كلا هلا يبغوا وقت جد هدو باقي يا هي أوجو صلاة دول سوء علم أسقي أيجوبا هذا وقت جديد تجينا أصلهم بسوع علين أيه سوع المهيا تفصيل كاسنا بعض أهل المدينة قبة هذه لكن وكس وتجي أصلهم ويسقبين سد هذا نين كان كذا على سائل كأ مالك وحولي هاي أيه أصله بصلاة ويبرت وإلى سوع ليه الإمام الشافعي وحولي هاي عمد الإمام وخطأه سواء إمام كاس كيسية كم إيسوا إسكمت أصغم با صلاة سوعرين أمد إنت يذكى لصلاة دواء الصحبي مسألة خلاصين تذو حبن كاسين ويقعد عن أمالي حبن كي اللواد إدمنا وحاوي أصغم حاو حقم أح نينكي أصغم ويسالة آنا صلاة سيتو كذي قاب كان أوتو كذي قرآن سي أخري سي الركوعي سي سجودي أصغم آدم كحشون هيا وأن ألا كحشون هيا عند الحنفية لبقى البيليين وقالوا دين الإسلام وكبه حينك أسقى لأنه استهزأ بالله واستخف بالصلاة إليه بدنا وحيدهن ضروري حشود بهوك اللي فيه عدو مش تغنان كريده عدو أينك حرك عجز كجوس كده حيو المهذير عليهين حساب جري كره مرك أنك أنا هدي وإلى دون ما يو السلام بيمشير هلا هذا روح يو رابق طور طور وقاعي ضبط الدبع عليه بردي وهذا ولد عاد بصوب بحقه هولها روح اللي يقول عذر داره يوسف ما قالوا من عن رهنا يده بركات لكن مسألة يسكون راعي وإجماع ولا بسوق جوريه
waxay dhayn ninka noocaasi kas u tukaday asoo way salaan ummadisii tujiyay haduu qiyaamki quraanku si akhriyo oo rukuuci subhana rabbiyal azim iyo hawleedii yiraado oo sujuudda adkaarta lagu akhin jiray waa akhriyo oo samii allahu wado asoo salaad uga jeeda kafara ijmaacan bay ilaadeen ijmaac uu gaaloobahaya منا خلاف بيسو قرشين منا إجماع بيسو قوريين وحلقة مراجعين كرادة أدان كتاب كيولها معوها ابن قدلوبغا تلميذ الحافظ حجر كتاب كسمي من يكفر ولا يشعر كتبته ذا فيق قنوات كيه كرتا أداد الله بطان لبدا حبيب ويه وداد كاسي وداد لسكوها يووه إنو دين كإسلام كبحا إيو إنو كجره على يتحال إليها أطوبت كينو صلاة دينها سوعريو أما مسلمين تكالي صلاة دواء الصحي وحلوها يستنمجره والعلم عند الله جزاك الله خير خير الجزاء شيخنا سائل كان وحولي يا شيخ أنيقو أتوكني يا صلاة سنة تصالحان أنيقو أتوكني يا راتبة دي صلاة المغرب كدن بيسي أما صلاة دور كدن بيسي هدي ويقو صاحب دو صلاة قف كالي أنيقونا مركا أني يسنين الله برقع أو راتبة بس أنتو كذاي salaad isaga marka uu tukanayay ma tujin karaa oo ma u dhameystiri karaa codka sakor miyaan ugu qaadaya bismillaah wa salaatu wa salaam ala rasuulillaahi wa alihi wa sahbihi ajma'iin ma baad su'aasha jawaabteedu kooban waxa weeye salaadna u kordhin maysid codna kor ugu qaadin maysid haddii salaadu salaad jahriya ahayn ragcatayinkii sunnada ahayd weeytay in baad wadan asaguna intii uu ka soo gaaray buu kula tukan markaad fadhiisatay salaama naqsatana tiisi buu wadan dhameystiran ama intaas ay kaaga tahay waxba bedeli maysid sida sawaabka ah intiqaalku waa banaan yahay iyo taghyiru niyya waa banaanta ay fuqahaayda waa jiraan laakiin al aslam waa sida wal ilmu inda Allah jazakallahu khayr khayr al jazaa sheekhana saail kan isna wuxuu leeyahay hadii aan hilmaamo rukuucdi salaada oo aan soo xasuusto anigoo markaa sujuusan ma meesha aan marayaan dib uga soo noqonayaa misalkaas aan ka sii wadayaa salaada bismillaah wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah hadii uu xusuusto meesha ku xusuustay buu ka soo noqon rukuucdi baad ka dagtay adoo sujuuda joogaa xusuusatay sida sawaabka waa inaad soo noqoto oo istaagi ku soo noqoto oo roo rukuucdo i'tidaasho kadibna salaadi siday u socotay caadi ahayd aad u wado hadiisa adoon xusuusanin ragcadii kale rukuucdeeda aad gaadho waa meeshay dhihi jireen shaafici famaa bacda almatruuki laghwun wixii laga tegay wixii ka dambeeya waa laghwi daayib xanaabiladu ra'yi waxay leeyihiin rukuucdi unbaad la iman waana kaa asaxaysaa iyo sujuudi ra'yigaasi lama xoog badno marka halka aad joogtaad ka noqon haddaadan gaadin rukuucdii kale hadii aad gaadhayna rukuucda kale aad ka soo qaaday rukuucda aad ka tagtay halkaasanda ka waday wixii kuu dambeeyay ka dhammaystiraysaa wal cilmu cinda Allah jazakallahu khayr khayr aljazaa sheekhana saailkan isna wuxuu leeyahay qofka muslimkii haduu soo galo masaajidka iyada oo uu imaamkii marka iyada uu rukuucsan yahay sunna miyaa inuu ka soo rukuuco meesha uu marayo saasixada aathaarta laga wariyo ابن مسعود إيو زيد بن ثابت إيو إن عبد الله بن الزبير سحادة ما حيت هاي واللي بقى ركود أي تلمام يا نارين تاسين أي سنة هاي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد المسألة أصل كيدو حديث أبي بكر في صحيحين أذكرنا إنسان زادك الله حرصا ولا تعد أبو بكر أيا soo daahay nabi maxamed oo rukuucsan iyo muslimiinta buu soo gaaray masjidka orod ku soo galay kadibna asagoon safki soo gaarin buu soo rukuucay markaasuu soo tukubay soo rukuucsan intuu soo tukubay oo safki saa ku soo galay nabigu markuu salaadda ka baxay buu su'aal ku soo cisho ninkii soo orday soo degdegay kumuu ahaa ee qaabka u soo galay salaadda wuxuu nabi aanu anigaan ahaa nabi wuxuu ku yiri zaadaka allahu xirsan walaa tacud dadaal Allah ku kordhiyey mar dambe hawshaas oo kale ha samaynin mar dambe hawshaas oo kale ha yeelin bay fuqaad isku maandhaafeen ninba meel buu ku dhuftay marka la khulaaseeyo hawshu sameeyay wadaadka Abu Bakr ah waa saddex arrimood
أرد وصو أردي وصو رعلي وصو قعلي سلادنا وصدا قصو قلي إيو أسوان سفك سو قارين إنو الركوعي صدحات أصر إنو الركوع لحساب صدي صدح لأرموضوي مدو كوبات مرن ملها إني كراهاتها بعد أهل العلم وحرام بيليه لسكو ما خلافه صلاة هذا الإيمان يسينا ثورده وولي بقى ثول حادثته لما تشعله ما نفعه نبقى مدوى كريبي ولا تأتوها وأنتم تسعون إمادة إذنكم عليكم السكينة والوقار لما أقول مداس تاسي وإن قد عدد زادك الله حرصا ولا تعود صحوية هون نقول نبالي مرضا بأسور علينا ترتيب صلاة هذا كو إمو وحاد كسو قاعد أمدى لتكو وحكو لمن لما يسترو لا إمو وحاصور إلا بمسأله أسوان سو قاعدين صفك إنه صور ركوع كد من أسود تكوبي أو صور لوضي سانة صفك كسو قاعد يعني رك عدي أو حساب صدي ركوع دي أسيدا كسو قاعد إذن تن هذا أي خسية مثلا دو حي خسية ساتن إن أدوان صفك سو قاعدين أصور ركوع ده كد من آد حساب ستو وحان لين أبو بكر سميي نبي محمد نمر دي رك عدي سو علي هذا ولاد بوحي ولاد وحيد هذان جاهل بوكاها وعن الله شيء زادك الله حرصا ولا تعود بالي زادك الله حرصا ولا تعود ونهي مجملة أفرتا وحود صدح وحود بان جرته ماشو كل عوين وحديث يدين كلا عيمه وبردبه ما نبرد ولو زادك الله حرصا ولا تعود يكون عيسو الركوع دون الصف إذن صحابي يا سمي النبي قلنا صلاة دها سوء للمردهين جهلنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول عذاري جنون وذاتك مسكين كواسي كعل عليه صلي فإنك لم تصلي جهل يقول عذاري ارجع فصلي فإنك لم تصلي طيب مركا صلاة الروح خلدي قافة أخلد النبي صلى الله عليه وسلم يكون مقو وذاتك أصونا كلي خلف الصف كتو كذي نبي صلى الله عليه وسلم سوء لبول جاهل بكاءها ذاتك جهل جهل بكاءها صلاة أحكام تذي أركان تذي واجبات كذي مبطلات كذي النبي هو هلالي سوعلي وديه جري سيدا نينك خلف الصف كنت كذيه إيه وذاتك مصيئ صلاته با كان المركة وبكاتي سنكا أصحين وقتك با تاغن صلاة با هذا اللوت تاغن هذا اللقب بحي حاسوع اللوت هواي وحاك الوضع وعيسا إن ركوع دي أدون صفك سوق قارن وسنه تابيني لنا تصيسا أساق أبو بكرا وحاك السوقان إنو سيدا كنت نقم جري حلق أبو بكر يا aymada ka dambeysay ninku salaad ka soo gaaro rukuucdi uu ka baqay in la dhaafiyo intuu soo rukuuc soo tu ku bidow wa gal jiray idan warawi adra bi marwihi ma lam yukhalif al khabar aw dhahira an nas sahabi waagi nabiga hadduu ka reebay oo uu yiri mar dambe intaad safka adoon soo gaarin soo rukuucdaa soo galin ma dhaqan buu ka dhigan lahaa ba'da rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'da an nahyi abadan qad yadawa ka hadhay وحاكل سيوح جني أبو بكر بيكس يا لجوريا إن كسر سنة كي انقطع كجره لكن وحكس وجاي إمام مسعود أولي بنكي انتو أصوا صف كسوق قال نصرك وعصلا ده نصاح كسوق قال كذب دمعين واستا قبنت جري مسعود بيكس وجنت هاي سمين جري عبد الله بن زبير بيكس وجنت هاي زيد بن ثابت بيكس وجنت هاي جماعة من الصحابة مركي يكس وجنت هاي عبد الله بن زوير ولي بحرم المكي مسجد الحرام واجو جوجا خليفة وكاها بوكرا خد بين جري مانك الجمعة ذا نك سدا أي كود عضو صفك أسوق السوق أنا صور ركوعه هسوق تكبر ركوع ذا ساها كود جارو وهي السنة نبرن جري نمان كم رمي بعجرة هي السنة ذا كم رمي يضعف كل شيء جاي لكن صحابي حديث كأزل كيسوري أبو بكر أو كود أقم جري عبد الله بن زوير كود أقم جري إيه عبد الله بن الزبير زيد بن ثابت جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم وخلاف سنة مجره وخلاف سنة مجره إيوه حتى هدوس سنة ديه لاينا صغوا انتم مسجد الحرام كغوخد بي في يوم الجمعة ومضي صحابة إيه مسلمين وحكر الدية أما إن كان لاينين انت ساكو في المسألة إنه يحق نقطه سنة إلا طبق ينا يكوع ذاته انت ساوحي أمك تكعيسا قوله هي سنة إنه محفوظ يا هاي مركة أثارت سوى سوغنتا يضا محس تارقام تيدي لكن شيخ الباني رول غيلك وكو تخريجي حديثا وانا كقاه الله سلسلة وكقاه الله وانا كو تصحيحيها بحث دير وقيمة
waxaan ku ogahay in Fathul Bari ibn Rajab al-Hanbali oran arag baxdi la mid ah markuu Bukhari baabaystay baabu man rak'a duna saf ka akhriya baxdigaas baxdi dheer oo qiimo badan baa ku jira oo ka fiican Ibn Hajar sharxi zakka qiimo badan meesha marka la maray meel kale ba ee muumintu rasuul ku kaga laa masal isku khilaafay khilaafna ka taagan yahay laakiin sida ay saxawdu mareen ba saxan ragcada xisaabsigeedi waaxdi i dhimanayd ah saailku ima weydin laakiin hadaan ku daro wa ijma'u almuslimin ragcada soo gaadhay oo imaamku inta samada qaadin aad rukuucday ragcada waa xisaaban ijma'a waxa soo guuray isxaaq nuraahuya waxa soo guuray imaamki dhijay ijma' lama soo guursho ee ka tawruuc jiray ahna hanbal ba soo guuriyay khilaaf ka horeeyayna ma jiro waxa u horeeyay wadaad khilaaf keenay bukhari iyo sheekh isa alaa bukhari fi kitaba alqiraa khalf alimam ya ali abu alhasan ali ibn abdullah almadini ba khilaaf keenay khilaaf qodona mu'tabar ma aha laana waa khilaaf mutaakhira ba'da ijma' sabiq mutahaqqiq wallahu a'lam جزاك الله خير خير الجزاء سائل كان سؤال اللي حاضر حيلة الشيخنا صلاة تراويح ده إمام كمر كنا تجيه أفر ركعة هدي وذاد واحد يوصلت هذا واحد يجنا ودريه وأنا نقول مر كنت أستعجل أفر تيد الركعة وتركي لنا أن جوني استجت كذاي أنت أن سمي مصاحب الشيخنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد وحالات ثمي سوى صح أرمى هاي لكن ويكون بنانتا وصحي ويبنانتا وحبا أود حيا مركا أدي أتيك ستي أو سوق ويدي إنتا كلمة ودمانا يسو إنا ضمد يتلا جماعة يسا سوق ويدي أو دانكو قباتي إسكتك مساعد كان أكتو كان يقول هذا كتوكو صلاة سنة أوي وحا أفض بضان قريها قريها جي هدي جماعة ترى واحدة مساعد اللي هي قيمها بني آذ كحر داي وحلا هذا جورج هذا جورج أنا كنت كو وأنا كو بنانت هاي إذن سيدا سو إن هي بنانت هاي بان أركا واحد يدنا مؤوي والله أعلم جزاك الله خير خير الجزاء سواشا تضباد وحلا هذا الشيخ أنا دروس هذا قيوا كم إذا واحد كنت المانتي الشيخ الباني إنه مرجي هاي ما لك أنا واحد كل شيء تي إنه وافقي مرجي هذا شيخ أنا أرنتاس بليفا فايب ولي سائل كان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد فضائن ديرالا كما قال وقت كوبان بالليل قابن هذا الكسونة قابن مسلمين تم يرى بضان بوافر دونان أيان لبدا هذا اللي أشيغي سائلكو ميلوه كو أركي أما أكرده يستيبان كو فافاشي فضائن تورطاقو اللابتو تاسيوا قضب قضب كاللباد لبدا إري نوالبا كي أخرون هقاتو نين نينك قبا شغل بان مرجامه مرجاد وافقي هذا الكوا مرجي انتو مجمل كدي وكان حق فسرت اساسا اسغه ورون نينك قبا وداد كوا مرجينا ميد كوا موافقه مجمل كدي وكان دنبه مبينك كدغتو اسغه مرجها حكمته ني ولب سيده ورون هاي يلو لكن انا انت امن سنهي ودادكو ومرجي بل وداعيه الارجاء إرجاء ومضى أغوية رأي تجهم تاه وأني سوف في مسألة الكفر مركو مرأي جهامي هذا مذهب كودو قدق على ما ومضنا أغوية رأي نكي دون يأينو حقيقة أغوية هذا حدق يستعجل كي شيخ أولئي هاي أرضي يكدو هذا هيان الكفر كفران عجل كلا إلى هذه السلسلة دوا نركو حجرة الكفر كفران لا إلى هذا حدق يستو سلسلة مجاهد تضباط يسديات بها آخر أجزاء يس تضباط سلحج وكوكينا طارق الصراط كرسالة وكوكينا موسوعة الألباني في العقيدة ويكتب ماذا منك أن دون ينوس خلدو وحوجانا يوذاتكم مذهب المرجع يؤمد عقوي راكون الدجالما وحنا من سيهاي أعماش الصالحة أوردن كلها أسا يريس لما أنت صراط يكون كطا إلى وحكي ليته كأما كير دمان ومن كمال الإيمان ركننا معها شرطنا معها إيمان كنا لأن تطبع صحايا هل كاسو شيخ مرا أما مسألة كفر قانا تجهم بعديا أو أعماش الجوارح كفر من نقطو إلى هذا إلى الروح عرب سوء كعدي إنو قالب أو الشيخ
أو اعتقاده هذا نقول الله سبحانه وتعالى وان قال بقالوا ماي مركب ولي ما ذهب كل كأذك بلي ما دوا كعد عد مدن كنا تجعلما سنا وهي استا أقولنا يلا مركب موافقة وهذا تحيوه هو خلط دنتي إنه مرجع وان آمن سنة لكن مسألة إرجاعنا وحان الوابدعة كفرية عند بعض العلم مدن كرنا وابدعة يدنا كفرية لكن مسائل كني من مسائل جلية معلوم من الدين بالضرورة وذات كان لو قلت دارين مسوى مسائل خفي ولمضوا يفقها وفهم كران اللي يسكوها إيوه إنا يخفي تايبا مدى من جانب هذا مركع علم قروسة انتشارين إنها هذي سنجيري لهين وذات كحكم كان وذاتك لا صار طيبا صار لها والله أعلم. جزاك الله خير خير الجزاء. سؤالاً واحد إلى ذا يقولي بقول بس سؤال ويسكو موضوع يسكو دوكار ليان إسرائيل شيخ قبلنا واحد إلى ذا هاي نكيجا أو أن المدي سارق أيان كلا تجني واحد إداء مياه إسارن سل قبل كلا واحد إلى ذا الشيخ أنا واحد نسكور سنينين مركي أن جوري قلنا أمانة قل قلنا أيون كي هول قبل نقضي كدي بنوا ويفري مهر ميان كل يا هاي سعيد ما يواجبته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ما بعد سؤال شقيب تظهر قبرنا يظهر ننك يد مدائك لما غنائين أوفري إدواء لقربا إدواء لقربا إنت يترسن تتدمرك ويترسن هيان هذي هوين يديق أن هرين تهاين صدح البلوت بيترسن أما قبر يربطها يولي أن قان قارين هذي هوين يديق هشت هاين صدح يديق قرآن كشيغي بيترسن إيسا مغناشها مدائك لما غنائين إن لسوق المونين عدد كل عميسو عدد كل مرد عيسو عدد الله بحكمة اللوجة دي فقالوا إلى هذا حكمة الكوبات وإن الله بصدر رحمك إنه مركز مرين هاي منه وتعبدي منه وتعبدي وحاو إلهي بأن وقت ونصدر الأحكام سإن لقاته وحدود الله إن الدافان لما أقوله مركز الله بضع شيء متك مده هدي الله وكيك لا باقية هذه الرحمة هذه من كذا يسأل مكدرين الله به الله بصدق حق ولدك كل هذا وحكيني أما شرع كسائر عدة ترسطه قبرنا مهمد وحاول ورقة أنا بدينني عدة الله جربا مهرمي عليها مير رعسان يمتاز ستضمن بمهر مهر كل رعسان مهرنا وإليه ذا هذه هران لوكال موضي بانك هاللي مركا مهر ليه ذا وهذه هران لوكال موضي هذا لوكال موني عدة ملها إذن ملا لكن سؤال شذا وحكم وقت إسلام للسوق رقم هذاي أي ولد كي السوق أركين لكن هذا مدة لك على مغناهين أيتها شذا صوم ما هاي مركب مهر وإله ذا هاي تقدم بجبردة ولد كعني أنا ولد كفرست كدي من إسكفر تاي وامتحان ولد كالله عافي من كرقة مشهد اللقى قالوا مير ملا استريس باكو دعوة أصلها اللي بيكران وليه كو دعوة باكو قواري هؤلاء كنا بنكو دين مايا، نور هذا المشا كأوجدنا كذا وعنتها هي، هذه يوم حوا هاي جقارها سميت بنقانيس، سكست وان نقطه وحاول أنت واقفتن، قبر داسي مهر بيله هذا هاي، مر بعيد ينكه هذه هذه يقولوا كقول ما، وده لسوسي ديستي، وني حاس كسي لها ساوي، عنين كنكم بنقانا إنه وح عميا كه الرئيسة. يعني إن ماذا وحال له قال ماشي وننقو حفيقه وياه هذا وح وسنجري وح في قمتنا بهرام بقول ما قال إسلام ملوكين بنانو يسكتوا إلى هاسيد دقي أنك ورقة بابا مركا ننقو نوح سكت أي حبض إنه ككتيب توي مركا سلف كنا يا صحابة التابعين ترى وحي أبدي إسكت دا قال مي إسلام تي نين حاس كيسو هذا بقول ككل مانة كل شيء كيستان ويكخل وذان كل يقول أي نقطة دادون تيار ليس ثابنين أو ليس لاعنة ميركو أبو سمية نمنا وحي شرديان قال مادي نمن كخلوة يجيب أنا إلى سحنو مذنا إياه ما إنا جرته ما إن نظوا حقيقة يحكم ذا وصفك قال ماذا إنه حقيقة بشرط ما وحيا بقى خفجة أما سقر صن ودعه أما أن منضبط كهين شرع عظم مذنا ذا كحدا نني يحاس كي جرو وذا قري أو لفرق محل قفشة إنه يسكو قلما قلما يستان ما طايم سماه إذن قبرنا مهر لما يسترن بهي لهذا هاي طيب عنا دون حقي سيكاتي ميت مركا إن عنين كادي لتأجيريو وقت اللي سيو هو القضوي
أنا هذا ما قضينا هي وحي فتوى كخو سيان شيغية مسألة ومسألة قضي لكن هذا وحان قضى الله قبهنين ويفروا لك لتكبه إليه حاجة وحاجة تياضي نقول الله إذا قضاها الله يحالي عرى الله وقرت إن هلا دقي يستو إسلام مقتلان كربين وحيثا قد إقرت عينين باط فرقوا إسكو مدماء نمبا بحذية نمبا إسكا مغانا رقوا دي إسكو أود ماء إلهي با وحا قيبية هوني لفتر كذا يحاوي ملبسنا يسوه لفتر كذا ديرين يسبا ونن حقوق قابس آن كف اللين با أو ريركا إسكا بقانا إسكا فيعان إسلام كل هذه لو أي كوت ماتوا وحكوت لي عينين بات نعين ما يصير ربي أورا بركة وحرر الله بلاوش أنتي قاضي الله زار كبرنا الله ورئيسته وإذا كان الله في ريو كتب من مدة اللي سينجر الله سيوسان الله دمي لكن هذا غير كلا تجي وحاوي قال ماذا شرط ما خلوا دمي استنادي اللي هلاي ميركو أبو حسام يا خلاف بنا مسألة كجرة والعلم عند الله جزاك الله خير سائل كان وحولي يا شيخ وحان اسكود عني ما مو آن ألابك إبسان شري كدي مركي آن اسكود عني وعيري أهدي آن مردم بي ألابك آغتو وان قالو بي حدا وحان روا مركي نان هشينو مركا حقانو مرا شيخ محسن وياسي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد ninkaasi waxaan leenahay waxa ku dhowr qodob ay saar laba qodob baan u muhiimsanay dhaarta dhaar guntantay ma aha ina saa u dhaartana waa xaraam bi ittifaq al fuqaha ijmaac wey in dhaartaasi ay xaraan tahay in la fuliyana ma banaano lamana fulin karo maxay waa lagu gaalo bisoob ma hadaan wax ka qaato gaal baan ahay inaad gaalowdo ma banaano إن أتقابك أدارتنا ما بنانو إن الروح وحكا قادنا وصاعد كتكتو إذن هذا وحكا قادتو ويكو دور ليرا إذن لبدا قضب كان ويكو فسحانيا إلا بنا وممنوع لغم داران كرو وحاران إن أتقو دارت دارت النوع عاس من قنتميسو شرع وما اعتبارين هيا ويوحان كهالين صمالي حناقي نسكاكا تقواليه inu kugu soo noqono waalaha laakin dhaar baa ay guntana waan ku goyn haya xukuma jira laan dhaartu dhaar oo sharci ku tilmaanay madan ma aha maxaa ku soo haaray in hadaysan guntamin dhaar ku diideysa walaalka sidoo hore inaad u tacaamushaan oo waxaad ka qaadan jirta aad ka qaadato ma jirto meesha ma taalo dhaarad ku ciirdaato qeyl ka dhigata meesha ma taalo adaab walaa xaraan ku dhacay gaalnimada wax lagu dogdogo lagu ordana ma aha leeyahay daban saayala gaal baan gaalnimada kula fuluuda hawshaasna waa khald maxaa ku soo haray ruux maxaa laga rabaa jumhuurus salaf wal culama waxay waxba laga ma rabo toobad kanun baa laga rabaa waxaanu u deeyay shana xadiidka fi sahih man halafa faqala fi halifi wal lati wal uzza falyaqul la ilaha illa allah ruuxii yahay intu dhaartu waxaan ku dhaartay lati iyo uzzaan ku dhaartay hatta wixiidsado ilaahay u toobadkana nabi ka faara ma sheegan bay dhaadeen xanafiya asal koodu waxay leeyihiin dhaartan oo kale daana maskaxdu qaldeen dhaartu maaha sharcigu wuxuu dhaar u yaqaanay dheen wax walba hadalka lagu dhuujinayo oo curfiga iyo caada dhaar noqonaya wax walba yemiinooda curfan aw luqatan waa dhaar hadii la buriyana kafaaru rabaa hadaba gabadha calaamada bil xanafiya kafaara gud baa laga rabaa ama wiilka saailka kafaara gudki dhaartana waa taqaanana waa maxay qor muslimiin la xoreeyo dil la awood waayana toban miskiin la quudiyo ama la arad baxsho ama saddex bari la soomo idan saddex bari soon ama muxuu ahaayey inta kaleen shaqna samee hawshina ka laabo xidhiidhkii wanaagsanana soo cusho mar dambena waxaa u noqonin wallahu aclam jazakallahu khayr khayr aljazaa sheekh saail kan wuxuu leeyahay subax dhaweyd sheekh waxaa igu dhacday anigii iyo xaaskayga oo jiifna oo moodayna inuusan waagu weli baryin ayaa hawl qabsanay kadibna waxaan ogaanay inuu waagii uu baryey salaadiina mar horeba la tukaday annaguna suxuur ayaan sugaynaa maxaan yeelaa sheekhana su'aal su'aasha u dhow wuxuu leeyahay saailkan haddaan raxaaskiga ku dhaca bil rabadaan ama anigoo sooman isilmaansanse oo hilmaan ugu dhaca daraaddee iyadana maxaan sameynayaa buu leeyahay saailkan kalena
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد. سؤال شهر قصاب سن نجي حاس كيسي كلا فرح شيء كدبنا أركي صلاة بينا يدل عزمته ولا تكنوا وحنص النبي محمد كسوغان شخص مجران خاص كوا قضية داس قضية دا وح خاص كوا مجره لكن صحابة يتابعين تو أحاديث جود ويكهلين قصوين بعاي با يلو دليل شده مركا مركي أقاذين واقو إنو دلاعي وواقو بريهدي كالبادون كعرره صون كودي واجره صون كودي واجره وحانا كما جبنو كفارقودنا لغام الرابع مالين كانوا سوا قضين مهيان صون كاسي واسع ويادلا وحيل وجره ويادا وحيليين ورهوشن هاول وحاو يسيدو بإن لو احتياطه oo laga fiirsado bay ahaydo hawl saacadaha socota ama daqiiqada qaadato way raashin oo kala ma ahe intaan xisaabtan la bilaabay maxaa horta waqti loo hubsan waay maxaa loo dagdagay waad hawsha iman ka hadla waa jiraan bira aadana wax walba ka dhaca wixii sidaa ku dhacay khataan ee la mooday habeenkan uu dhimayay waagina ka bariyay raashinka la mid tahay galmadu waxba kagama duuno marka aan kas loo sameynin ama aan loo qasin soo inuu buriyo marka ninkaasi iyo hawadaada waxba looma haysto maalinka waa ka asaxay ramadaankaasna lagu ma laha ilaahay ha barakeeyo waxa ay soo hadhay su'aashi kale maxay ahayd la mid ka ahayd anoo hilmaansan baanay islaanta iska farxalanay galmo lama hilmaamaan u malaynaya galmo wax la hilmaami karo waa ka weynta maxaa yeelay hawl xisaabiye wada hadal u baahan weeye iyo arar badan iyo bay leedahay hawsha hawl digaaga ma aha mugdiiq iyo digaag ma hawshu marka ama wadaada waxaan ogeyd oo ku aamustay ama adaa ogaa wadaad uu aamusay haaliban marka meeshay dhihi jireen way fuqahadu nin hadiisina lagu qasba ka warran yidhaahdeen nin hadiisina lagu dirqiyo islaanta u galmo haddii kale sodon baa kugu dhe fuqaha waxay dhahaan haddii waxa la qasbaya haween ay tahay qasabka waa jiraa waxaan looma haysto haweenku waa la qasbi karaa waa iyagu markaas uma baahno dab kale iyo awood kale laakiin waxa la qasbaya hadduu nin yahay nin zina laguma qasbi karay dhehe oo xubinkiisa taranka wuxuu u baahan yahay dhehen dab kiciya iyo dareen iyo damaaci in xabad lagu hayo xaggana cabsanaya goormuuba fahmaystaa abubakar bn carabina wuxuu yidhaahdaa wuxuu waa iska khariisa bashariye si walba xabad lagugu hayo macalin dhowana warkamaba yaqaanaba isagu hadduu hawshan arka waa bas buu yidhaahdaa meel walba hasha waa gasha si kastaba noqotee wax la hilmaama galmo waa ka weyntahay haddii hilmaankaasi hilmaan jiro uu yahay calaa madhab alfuqahaa soonkaasi ma burin wuuna asaxay kafaarana lagama rabo bacdu lfuqahaana waxay leeyihiin oo maalikiyada barkooda soonkaasi ma asixin galmo lama hilmaami karo cuntaiyo raashin baa la hilmaamaa nisyaankii bayba xataa soonka maalika ku buriyaan raashinka caadiga ahaa iyo biyaha caadiga maxaad galma moodaa inkastoo maalik nas ku cad qadiyada lagama hayo wadada yidhaahdaan haddana maalik calaamada maalikiya soonka ma asixin calaamada biljumhuur waa asaxay walcilmu cind allah waqtigu waa dhacay xilli kale bismillahi raxmaani raxiim baarakallahu fiikum raalli ahaada waxaan umalaynayaa waqtigii ay naga dhacay su-aalaha intaasaan galabtaan ku soo koobaynaa dabcan su-aalaha haddaan sii dayno o dhan waa su-aalihii aan horey u hayay su-aalihii haddaad maanta ii soo dhiibteen hal su-aalna kama sii dayno waad wala dareemi karaysaan sababkuna waxa weeye su-aalaha intaan weydiiyey baa inaga wala horreeyey welina qaar baa kasii dhiman xataa marka khaladkuna xagginuu ka imaaday maxaa yeelay haddaad horey su-aalahan faraha badan usoo gudbin lahaydeen sheekha cashirka intuu waday baan qeyb ka baxdi lahayn marka subaxa dambaan insha allahu tacala sheekha cashirkiis wax badan ka goyn doonaa su-aalaha dhan aan sii doyn doonaa wajasaakum allahu khayr qiil jasaakum wasalaamu allahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh